معانا طبعا رئيس لجنة المسابقات الحاج عامر حسين. ازيك يا حاج عامر؟ ازيك يا كابتن خالد؟ وحضرتك وسام حضرتك طيب؟ طيب، صحة وسلامة كده. ربنا يخليك يا حاج عامر. بس حضرتك سؤال، الدوري كان في كلام انه هيتأجل ليوم 22 وبعد كده تم التأكيد على يوم 15، الحقيقة فين بالظبط؟ الدوري خلاص يوم 15 أكيد؟ لا ان شاء الله، اكيد يوم 15 ان شاء الله، ويمكن احنا اعلنت المرحله الاولى، لان الجدول جاهز لغايه المرحله 30 بالمواعيد بالتواريخ وكل حاجه. انما طبعا كان اتحاد الكوره عنده فكره على ان هو يسوق الجدول ويتم بيعه. اعلنت طبعا المرحله الاولى عشان الانديه تبقى عارفه، اللي هي مسافره اسوان يبقى عارفين من حجز الطيران والناس عايزه تحجز الفنادق. اعلنت المرحله الاولى يوم 15 ونلعب 15 16 17 ان شاء الله. يمكن بس يوم 16 اللي هو جمعه سبت حد. تمام. طب عايز اسال حضرتك سؤال، هل السنه الجايه كلها هيكون خلاص تم السماح ان يوم الجمعه يتلعب فيه ماتشات؟ انت عارف بقالنا سنوات الامن كان مانع الجمعه. هو كان في استثناءات طبعا كنا بناخدها يوم الجمعه في الموسم، بس كانت بسيطه. كانت بسيطه طبعا، انما طبعا الموسم دوت حطينا مواعيد يوم الجمعه ديت بصفه يعني حوالي 60 او 70% يعني في مباراه يوم الجمعه الجدول. واغلب الاسابيع او 95% يبقى اللعب على 3 ايام كل مرحله. طب معلش يا حاج عامر، انا سمعت المهندس هاني ابو ريده بعد ما نجح مع طبعا الكابتن احمد شوبير قال ان هنعمل في زي اوروبا، هيبقى في 3 ايام ثابتين يتلعب فيهم الدوري، وكان سكر ساعتها قال لك خميس جمعه سبت او جمعه سبت حد وات ايفر يعني، هل ده متاح؟ هل ده ممكن على ارض الواقع؟ لا استحاله طبعا، استحاله. من لو كتبناها كده بحسبه بسيطه، لعبنا كل فريق يلعب مباراه واحده في الاسبوع. احنا بنلعب 34 مرحله. ونحط عليهم خمسه كاس مصر، خمس ادوار بتوع كاس مصر. يعني نقول 40، لو قسمتهم ال 40 على على اربعه. اللي هو 4 اسابيع في الشهر. هنبقى في الاخر بعد التوقفات بتاعت المنتخب اللي هي تاخد شهر مثلا او اكتر. لا المنتخب شهرين، لان شهرين واحده واخده 35 يوم في بطولة الأمم الأفريقية. من يوم واحد ل من 1/10 ل 11 من 1 ل 11 من 1/10 لغاية 11/10 مباراة الكونغو بره، وبعدين في من يوم 5/11 لغاية 15/11 لمباراة غانا. صحيح. استاد الجيش وبرج العرب. فدولت 10 ايام و10 ايام، ده 20 يوم، 20 يوم و35 يوم الامم الافريقيه، اللي هي من يوم واحد هيبداوا المعسكر. البطوله تبدا 14 يناير لغايه 5 فبراير. دول 35 يوم ولا 20 يوم؟ ادي 55 يوم لوحدهم. جيب بقى حضرتك على كده، البطولات الافريقيه تبدا من شهر 2. الاربع انديه اللي هيلعبوا ده، غير كمان لو ربنا وفق الزمالك وصل للمباراه النهائيه او كاس عالم للانديه. ما انا جاي تاني موضوع نادي الزمالك اللي احنا بدانا، يعني الزمالك ممكن يتاجل له مباراتين. ممكن يتاجل له 4 في البطوله القديمه. ممكن يبقوا 7 لما يروح كاس العالم للانديه، في 10 ايام في اليابان. قبلها ب6 ايام على الاقل مش هيلعب، و3 4 ايام بعد البطوله ما يلعبش. فطبعا دي كل ديت لو حسبتها حضرتك هتلاقي الانديه هتاخد كمان اكثر من شهر، يعني حسبنا بالحد منتخب وانديه بطوله افريقيا مع ال 39 مرحله مباراه اللي قلنا عليها، لو لعبنا كل اسبوع يبقى محتاجين 12 شهر على الاقل او 13 شهر. تمام. طب عايز اقول لحضرتك سؤال مهم، من المتوقع ان الموسم السنه دي هيبتدي خلاص هو يوم 15/9، توقعك انه ينتهي كام؟ ان شاء الله لو ماشي طبيعي طبقا للجدول اللي حطيته يخلص 30/6 ان شاء الله. 30/6 يعني تقريبا هيكون على العيد كده او بعد رمضان. يعني على اخر رمضان ان شاء الله، او
العيد، لان طبعا الموسم اللي جاي ان شاء الله في مباراتين للمنتخب في كاس العالم مع اوغندا كما صحيح رايح جاي 27/8، فهيحتاج طبعا المنتخب برضه زي ما عملنا السنه دي انه يلعب مباراتين او ثلاثه الدوري قبلها، يعني نبقى الدوري على يوم 15/8 او 14/8 عشان نلعب برضه مباراتين قبل مباراه اوغندا اللي هي ذهاب وعوده لمصلحه المنتخب. فان شاء الله بنحاول قدر الامكان ان احنا نبقى ملتزمين ان احنا نخلص شهر 6 عشان الانديه ثم وضع 40 يوم او 42 يوم قبل الموسم اللي بعديه ان شاء الله اللي هو 2017 2018. طيب يعني بالنسبه حاج عامر للسوبر، السوبر دايما كنا بنبتدي الموسم بيه نظرا لاشتراك الزمالك وعدم وجود وقت، انت حضرتك قلت ان انت هيتلعب في وسط الموسم، امتى الوقت اللي تم تحديده من خلال لجنه المسابقات لاقامه مباراه السوبر ما بين الاهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس؟ انا طبعا مع التزامي للكابتن هاني على ان ندي فرصه ان هم يبيعوا الجدول، انما دي محطوطه في التوريخ ولا محطوطه في مباراه السوبر؟ محطوطه الجدول اللي انا سلمته للمهندس هاني ال 30 مرحله. الاربعه التانيين سبتهم لان هيبقوا في رمضان، وحضرتك عارف انه لازم يبقى نشوف الاول الفرق المنافسه هتبقى مين وقتها عشان يلعبوا في يوم واحد، لان في رمضان بنلعب بتوقيت واحد مش ثلاث توقيتات زي بقيه الايام، والفرق المهدده بالهبوط برضه عشان يلعبوا برضه في نفس الميعاد، فسبت اخر اربع مراحل من غير توقيتات، انما 30 مرحله بما فيهم مباراه السوبر متحدده، انما مش هقدر طبعا اقول التزام بالكلام ده مع الكابتن هاني لغايه ما هنديهم فرصه ان هم يسوقوا. تمام، لكن حضرتك حددت ميعاد مباراه السوبر؟ متحدد في كل الورق اللي انا سلمته. وهي اعتقد يا حاج عامر هتلعب خارج مصر. انا الكلام اللي انا سمعته ان هو يا السعوديه الامارات بالظبط. بين البلدين دول. وهي يبقى قبل الدور الثاني ان شاء الله. قبل طيب الدور الثاني. يعني في النهايه عايز اسالك سؤالين طبعا، يعني اتمنى لحضرتك سعه صدرك يعني تجاوبني بيهم. اولا يمكن كنا اختلفنا انا وحضرتك الموسم الماضي بفكره ان اسوان ما تلعبش الساعه 5 او كلام من هذا القبيل نظرا للحراره العاليه، ففوجئت ان اول ماتش في الدوري هتلعب عليه مباراتين، مباراه للنصر للتعدين الساعه 9 ومباراه اسوان هتقام الساعه 5 في عز الحر، هل ده بقى مجبر اخاك لا بطل ولا ايه؟ لا هو في فرق بين اثنين كابتن، موضوعين يا كابتن سعد. اتفضل. في لما الدوري بيتاخر فالمغرب بيتاخر 5 ده ممكن في وقت يبقى بادئ قوي. وممكن في وقت في الشتاء بيبقى للمغرب دلوقتي الساعه 6:10 ممكن يوصل ل 6:05 فهيبقى صايم اللي هو قبل المغرب على طول، فمش هيبقى في حراره عاليه. زي الوقت اللي بيكون في الصيف في شهر 4 ولا 5. نمره 2 حته ان المباراتين اتلعبوا في توقيت في الملعب، فالتعدين عنده مباراه في نفس اليوم. فلازم ادي فرصه كبيره قبل ما الفريقين يغادروا ويقولوا ان استاد الجيش برج العرب على ان يبقى ممكن المباراتين يتلعبوا على طول ورا بعض، يعني يمكن في استاد الجيش وبرج العرب في اربع غرف ملابس وفي غرفتين للحكام مجهز تماما للموضوع دوت. طيب هل توقيتات الماتشات اتفضل والتعدين الساعه 9 بقى ان شاء الله ساعتين ان شاء الله بين نهايه المباراه ديت وبدايه مباراه التعدين، فلازم كان حد فيهم يلعب بدري. طيب بيلعبوا فيهم واحد. طيب يمكن انت عارف دايما يعني بسبب يعني مباراه السوبر وايقاف حسام غالي واحمد فتحي ابتدى يوجه لك بعض الاتهامات ان انت بتاجل ماتش السوبر عشان الاثنين موقوفين. طبعا الكلام ده عالي تمام الصحه وانا متاكد منه، لكن عايز اسالك سؤال ومنتهى الصراحه. لجنه المسابقات اتخذت اكثر من قرار بناء على اللائحه في دخول بعض اللاعبين للملعب الخناقات، لكن بعد مباراه نهائي الكاس لم نسمع على اي عقوبه لما حدث بعد المباراه. يعني ما حدث بعد المباراه من دخول اللاعبين والخناقات والمنظر اللي احنا شفناه كلنا كمشاهدين وكمحللين لم نسمع عن اي عقوبه على اي لاعب من هنا او من هنا او جهاز فني، وكان الموضوع ما كانش فيه حاجه. يعني بالنسبه الاول لمباراه السوبر، طبعا مباراه السوبر حضرتك هو بانت على الحقيقه، يمكن انا عشان اعلنت بدري ودايما بحب اعلن بدري لان دايما بيبقى عندي رؤيه مستقبليه، لان تحديد بدايه الدوري كان فيها برضو اقاويل، وبعدين في الاخر اللي فصل مصلحه المنتخب الاول ومستر كوبر والجهاز لما قعدوا معايا يعني كان عندهم تاكيدات على ان مباراه الدوري لازم تتلعب قبل مباراه الكونغو،
على الاقل 3 مراحل عشان ما يقعوش وقت الاستنشاق غريب لما حصلت ولعب التصفيات على طول من غير دوري. تمام. فده بالنسبه لمباراه الصبح. قالك حضرتك شايف احنا الايام اللي احنا فيها انه مباراه ممكن يتلعب فيها مباراه الصبح المنتخب كان في جنوب افريقيا والزمالك عنده مباراه يوم 16 فما كانش في فرصه ان الزمالك تقدر ذهاب وعوده مباراه اهلي وفيهم 2 سفر لان مباراه الصبح هتتلعب بره مباراه العوده في المغرب فدي هيبقى 3 مباريات قويه جدا منهم 2 فيهم سفر صحيح 11 يوم ده استحاله على لعيبه الزمالك ان هي تتم لان لعيبه الزمالك بيكون في 6 7 جايين من جنوب افريقيا بعدين تسفرهم يروحوا الامارات او السعوديه بعدين يرجعوا يلعبوا في اسكندريه بعدين يسافروا عشان يلعبوا المغرب امور صعبه قوي ان هم انا متفق معاك تماما في الموضوع لكن احنا بنتكلم بقى على موضوع عدم تطبيق اي عقوبه على ما حدث بعد مباراه الزمالك والاهلي في كاس مصر لان للاسف يعني انا في كل مباراه بتحصل مشكله زي مباراه الاهلي والانتاج تلاقي في 2 ملفتين عملوا المشكله فيا اما الكاميرا بتجيبهم او التقرير الحكام والمراقبين بيكتبوه للاسف المباراه ديت محدش كسب حاجه خالص يعني حتى الحكم الرابع اعتقد الحكم الرابع مصري ولا اجنبي ولا حكم مباراه الاهلي طبعا الاجنبي ما كتبش حاجه خالص والمراقب للاسف ما كتبش حاجه خالص قال ان في مشاده حصلت بين الفريقين عايمه كده بين الفريقين ولا حدد لي مين اللاعب يعني حضرتك حكام المباراه الاجانب ما كتبوش اي حاجه في التقرير ولا الحكم الرابع ولا مراقب المباراه ولا مراقب الحكام للاسف ما حدش كتب لي حاجه خالص في التقرير فطبعا الامور دي كانت يمكن بقى قالوا الموسم انتهى فطبعا ده كلام مش مظبوط العقوبه بتكمل الموسم اللي بعده ما فيش عقوبه بالظبط زي ما حضرتك عملت على ستانلي في ماتش في الكاس وعلى لاعب قبل كده مش فاكر كان مين برضو محمد حمدي زكي في الاهلي فهنا السؤال برضو الناس بتتساءل لماذا لا وجود لعقوبه وهل من حق لجنه المسابقات انها تتخذ قرار لما رايته من وشافوا كل ملايين الناس اللي اتفرجوا على المباراه لمجرد ان الحكم لم يكتب في تقريره اي شيء او لا مراقب المباراه ولا مراقب الحكام ولا الحكم الرابع نتغاضى عن اي عقوبه؟ لا طبعا هي في الحاجه الجماعيه ديت احنا لازم يبان مين اللي بدا المشكله دايما بتجيب صاحب البدايه او الاثنين اللي هم بداوا المشاد الامور تبقى واضحه بالنسبه لك انما ناس بتجري هنا وناس بتايحه هنا وانت مش عارف يبقى هتظلم حد المهم انك حضرتك زي ما قلت حضرتك قبل كده يمكن في المداخله قبل كده على 22 لعيب اللي بيخشوا في المشكله والدكه اللي دخلت ما بقدرش تمام حاج عمر انا بتكلم بمنطلق ان انت عملت عقوبات في ماتش الاهلي والانتاج عملت عقوبات في ماتش الزمالك والاهلي قبل كده عملت عقوبات نفس الخناقات يعني كابتن حسام غالي كان واضح ان هو يعني كان في مشكله معاه ان هو بيحاول يضرب واحد فاخذ العقوبه طيب حضرتك هتحضر بكره اجتماع الامن بسبب مباراه الاهلي والزمالك والوداد كرئيس لمنطقه اسكندريه طبعا فندم مستمع حاج عامر يا كابتن استمعت حضرتك هتحضر بكره لان انت حضرتك رئيس منطقه اسكندريه واكيد هتكون مسؤول عن المباراه اللي هتقام في منطقتك طبعا ان شاء الله هبقى ممثل الاتحاد في الاجتماع بكره الساعه 9 في مديريه الامن وهيبقى فيها مندوب من شركه الامن الخاصه اللي اتاكدت من المستشار مرتضى كلمته وهو في الحج قال لا الشركه دي هتبقى موجوده معانا في التنظيم ومدير امن النادي الزمالك هيبقى موجود والقيادات الامنيه كلها عند المباراه الساعه كام يا حاج عامر؟ مدير الامن ان شاء الله المباراه الساعه 8:30 ان شاء الله 8:30 في برج العرب الجماهير محدده ب 10,000 المحدده ب 10,000 بما فيهم الدعوات الخاصه يعني تمام 10,000 اشكرك حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات لازم نطلع باذان العشاء فورا دلوقتي